واخيرا واخيرا أنا بتونس، رجعت تونس مره ثانيه. طبعا البارحه وصلت بالليل، فجيت هالكان استوني قاعد تشوفون وجهي، استوني قاعد من النوم. بس هسه انا وصلت تونس. طبعا بتعرفون ايش قد احب تونس. ثاني اول ما دخلت لها تقول دخلت بلدي، صار لفتره طويله ما زايره، يعني صدق مشتاق تونس. البلد المقرب جدا 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 من قلبي. ووصل لي احلى عصير ليمون، شكرا اخويا. هذا عصير ليمون، انا جالس هسه مقهى اسمه مقهى بانوراما، ونازل فندق قريب عنا يعني حاليا، بين ما ان شاء الله تبدي يعني يبدي تصويري، وان شاء الله انزل الجنوب واصور عن الجنوب ان شاء الله. وهي شيء حلو. شو اسم هذا الحلو اخويا؟ اوكي ما اسمعني. هسه انا منتظر ان شاء الله صديقة لي تونسية من احلى، يعني صديقة جدا 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 عزيزة على قلبي، وانتم حتشوفوها وتعرفوها كل الزين، هي جدا محبوبة. نجرب هذا الحلو. اوكي اوكي يعني طيب. نجرب العصير، العصير مالتهم رهيب. بمرورية مال القشرة، هو عصره هو القشرة مالته، المفروض طبيعي المفروض، بس جدا منعش. فان شاء الله حصور، يعني احتمال حدخل جوا يعني بالمدينة العتيقة، والصديقة اللي قلت لكم عليها هي عتفة. خربت لك الفيديو. لا بالعكس. شو اخبارك؟ قلت لكم بدلوها بانوراما العراق. يا قلت لكم، يا قلت لكم هسه تجي، انا منتظرها هنا. شو اخبارك؟ هلا شو احوالك؟ مرحبا بيك. الله يحفظك عزيزتي. شو اخبارك؟ انا سعيفكم لان مشتاق لها هوايه هوايه، ما يقولون برشا برشا برشا. والله مشتاق لك. والله ممثلين يعني مشتاق تونس، وتونس يعني معششه بقلبي، وعندي احلى صديقه بالكون كله والله. فاشوفكم ان شاء الله. يلا احتمال تشوفونا مدينه العتيقه، احتمال ان شاء الله، او شوف هي تقودني. احتمال مفاجاه. يلا سلام. احنا توا في شارع الحبيب بورقيبه، اكبر شارع معناها في تونس العاصمه، وين تلقى فيه كل البنوك والمؤسسات العموميه، وتقريبا التوانسه الكل، فماش تونسي ما يتعداش من قدام شارع الحبيب بورقيبه. ثاني بتونس العاصمه طبعا مشهور عندهم، هو احنا نسميه تين شوكي، هم يصحون للهندي شلون المغرب هم يسموه الهندي صح؟ اي. فسبحان الله، هو هاي ثمرة تطلع من الشجر الصبير يعني. انا مجربها سابقا، بس خلي انا بتونس حتى اهل تونس لا يزعلوا من عندي، راح اجرب. قطعتين الله يخليك، اهز واحدة. اوكي بسم الله. هذا طبعا هذا مقشرة، مقشرة، شوف القشر مالته، هو هذا القشر مالته يقشره، الثمرة تصير هاي، تصير هاي. سبحان الله طعمها طعم التوت. بسم الله. هو يتذكرني شجرة التوكي، عندنا شجرة كبيرة كانت أيام طفولتي كلها قضيتها هناك، مثل القرد أصعده وآكل كل سنة، نفس الطعم يعني، بس ذاك يصير شجرة توت تصير. طيبة ورهيبة. تحية تونس، تحية تونس، ترى ديما منورين. سوق المدينة العتيقة اللي خرجنا على جامع الزيتونة. أعيدها مرة ثانية ولا كافي؟ لا كافي. أوكي؟ التصوير هذا. بس أنا مشيت من هذا السوق.
كلها أسواق يمين ويسار وعندهم شغلات رهيبة وجميلة جدا وتقليدية. قاعد تشوفون التيشيرتات هنا وشغلات عندهم خاصة يعني شغلات من تونس، شغلات تونس جميلة جدا، شغلات يدوية عندهم. هاي الطابع التقليدي نتاع البلد، هاي كل الشغلات يعني تونسية فهمتي تقليدية، شغلات بالإيد بالإيد يعني يدوية. ماشي يعني كل هاي مخدومة بالإيد، كل شيء تقليدي تونسي. شوفوا هنا هاي الملوك التونسي التقليدي ما شاء الله، فيه الصبيات فيه السجادات التونسية، فيه شو شوفوا هنا كلها شغل يدوي بالصير، شغلات شغل التراث التونسي الاصيل. انا من العراق. من العراق الله يحفظك. زي بغداد. من بغداد هم من باب الشرقي. من بغداد من باب الشرقي. لا بس انا من العطيفيه. اهلا وسهلا حبيبي فيكم. الله يحفظك. حبايبنا العراقيين احنا نحبكم هواي هواي، احنا بنحبكم وايد وانتم ما بتحبونا وايد. انتم تحبونا برشا برشا. الله يحفظك يا طيب. الله يخليك. قاعد تشوفون يعني من مقرب الناس المقربين إلي وأحبهم صدق وأحس بلد الثاني هي تونس. أنا البارحة جيت الفرحة ومرتاح وكأنما أني رجعت بلدي مرة ثانية. فخلي نكمل نطلع هسه. الله يحفظك يا طيب. الله يخليك. فقاعد تشوفون حتى الرسم مالتهم هنا، عندهم الرسوم يعني رسوم جميلة بوعه. لفت انتباهي. كنقولوا تونس نقولوا المدينة العتيقة ونقولوا الحلويات التونسية اللي هي البقلاوة والكعابر وبرشا حلويات بنينة ومشهورة بها تونس. مرحبا بكم في المدينة العتيقة ومرحبا بكم في بلد الياسمين. تحية تونس. فرحة من حصلت بقلاوة همات. يلا طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الشارع من بدايته هذا الشارع مشهورين جدا جدا بالمقروض. هذا المقروض هو المقروض مثل الكليتشة. شوفون هذا المقروض نلقاه في تونس الكل، أما المدينة الأصل اللي مشهورة بالمقروض هي مدينة القيروان. هنجلس بقهوة اسمها قهوة العنبر. قهوة عنبر. عنبر لون عنبر. عنبتون. عنبتون. عنبتون هو يعني العنب صح؟ عنبتون. أوكي. فإحنا رايحين هسه قهوة اسمها قهوة عنبتون. حبيبي قلو. مرحبا بيك، منور تونس ومنورين كل التونس منورة بأهلها. الشاي التونسي، هذا الشاي التونسي باللوز، قطعة بقلاوة. أوكي. هاي طبعا هم الشاي ويا الشيء كعبة صح، كعبة بقلاوة ويا الوجه الحلو التونسي ويا محلاك يا تونس.